صباح الخير، واليوم 29 أكتوبر 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو محتار فعليا بقرارك المهني، ومحتار بعملية ترتيب هذا الإجراء بالشكل يلي ممكن يخليك بحالة استقرار مالي ثابت. عاطفيا ما تنتظر من الشريك تصحيح أخطائه العاطفية معك، وخصوصا أنه ما بيعترف إطلاقا بأنه هو الغلطان بحقك أبدا مهما حاولت معه. مولود برج الثور، الخلافات الصغيرة يلي عم تحصل بداخل محيط عملك الحالي ما إلها أي مبرر أبدا، ومع ذلك رح تسعى لمعالجة الأمر بسرية تامة. عاطفيا حرصك الزايد على سلامة استقرارك العاطفي مع الشريك ممكن يخليك تبالغ بردة فعلك تجاهه، فانتبه. مولود الجوزاء، تبدو الأجواء مشجعة على الانتقال باتجاه التغيير أو باتجاه بعض الصلاحيات الإضافية، بالإضافة لإجراء قانوني سريع بانتظارك. عاطفيا علاقتك مع الشريك عم ينقصها الحوار العاطفي الصريح بدل من اسلوب اللف والدوران يلي اصبح عم بيسيطر على الجو العام ما بينك وبينه. مولود السرطان، رح تنجح بحلحله مشكله عائليه ماليه ما كانت بالحسبان او ما كان بالحسبان تاثيراتها القاسيه، ورح تستمر هيدي الاجواء لفتره زمنيه اطول من المتوقع. عاطفيا مقترحات حياتيه خاصه ممكن يقنعك فيها الشريك قد تكون مريحه للطرفين فيما لو ترجمت فعليا بشكل صحيح. مولود الاسد، عم بتشدك الاعمال الجماعيه او المشتركه بالوقت الحالي، وخصوصا انه الاجواء الفلكيه عم تتحدث عن لقاء عمل او بدايه جديده بانتظارك. عاطفيا بداخلك تنهيدي وعتب كبير على الشريك، وما قادر حتى تسيطر على نفسك لما تفكر بتفاصيل المواقف الصعبه يلي عشتها معه. مولود العذراء، الفلك عم يتحدث عن اجراءات اداريه او قانونيه ممكن تنشغل بترتيباتها لفتره زمنيه محدده، بالاضافه لقرار بالسفر تبدو متحمس على اتمامه. عاطفيا لا يبدو انك مقتنع اطلاقا بتصرفات الشريك، ولا مقتنع حتى بكلامه البعيد عن المنطق بعملية تقديره لظروف علاقتكم سوا. مولود الميزان، الفلك عم يتحدث عن مخطط مهني جديد ممكن يسهل عليك عملية تحقيق طموحاتك المالية، ومع أكثر من جهة بوقت واحد. عاطفيا عم بتفكر بالكيفية الصحيحة يلي ممكن تاخذك باتجاه تعميق العلاقة مع الشريك، وكمان مطلوب منك تجاهل معظم الإشكالات الخلافية يلي حصلت بيناتكم. مولود العقرب، رح تستعيد نشاطك المهني من بعد أزمة صعبة مرقت فيها السابق، وتبدو طموحاتك بالانتقال لخيار مهني جديد ممكن يتسبب بتأخير بعض الإنجازات المطلوبة منك. عاطفيا عم تشهد علاقتك العاطفية مع الشريك أجواء من الفوضى بالمشاعر وعدم الاستقرار، ومع ذلك ما زلت عم بتراهن على تغيير الوقائع لصالحك فعليا. مولود القوس، لتبدو عملية الانطلاق باتجاه نشاطات مهنية جديدة أو مشاريع مستقلة تبدو سهلة أو متاحة حاليا حسب اعتقادك لمفهوم الواقع الحالي. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن مشاعر عاطفية متناقضة وغير مستقرة عم بتعيشها مع الشريك، والأجواء الحالية لا تبدو منصفة بحقك أبدا. مولود برج الجدي، رح تثبت للجميع من أنك كنت على حق بعملية تقييمك للواقع المهني يلي عم بتعيشه مع محيط عملك الحالي، وتوقع مساعدة مالية أو دعم معين بانتظارك. عاطفيا من المحتمل يتجدد الخلاف العاطفي مع الشريك، وخصوصا أنه العلاقة بيناتكم يبدو أنها معرضة للكثير من التدخلات المزعجة من محيط الطرفين. مولود الدلو، طموحاتك المهنية عم تكبر يوم عن يوم، وخصوصا بهيدا الوضع الحساس يلي ابتدى يشهد نوع من التقلبات والتغييرات الغير مريحة بالنسبة لك. عاطفيا الظروف تعتبر مناسبة للتفكير بقرار عاطفي يجمعك مع الشريك بشكل أقوى وأفضل، والأجواء تبدو مناسبة للتفاعل معها بأريحية تامة. مولود برج الحوت، ابتدت تتحرك الظروف لصالحك مهنيا، ومع ذلك تبدو مخاوفك واضحة من عملية الدخول بأي خطوة ناقصة أو مش بمكانها الصحيح. عاطفيا ما زلت متمسك بموقفك العاطفي وبنفس الأحاسيس والمشاعر تجاه الشريك، ومع ذلك لا تبدو الأمور ما بينك وبينه قابلة للتغيير أو التبديل أو بالشكل المطلوب أو بالشكل اللازم. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. تضلكم بألف خير وباي.